بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد غيب الموت الكاتب الصحفي المصري محمود رياض ليكون أول حالة وفاة بالفيروس بين أعضاء نقابة الصحفيين، حيث كان يعمل رئيساً لقسم الرياضة بجريدة الخميس قبل غلقها. وقد أعلن الخبر هشام يونس أمين صندوق نقابة الصحفيين مشيرا إلى أن الفقيد كان بلا عمل بعد غلق الجريدة ولم يكن يخرج إلا بحثا عن فرصة هنا أو هناك، وأصابه دور برد مصحوبا بارتفاع درجة الحرارة، ومكث في منزله نحو 10 أيام قبل أن يتوجه لمستشفى حميات إمبابة ويقضي بها 5 أيام، ثم يتم نقله إلى مستشفى العزل في العجوزة. وأضاف هشام يونس في منشور عبر صفحته على الفيسبوك أن الفقيد رحل وترك طفلين محجوزان مع زوجته بمستشفى العزل، مبينا أن بيت العائلة به أيضا حالات مشتبه إصابتها بالفيروس. وأكد على أن هذه لحظة حزينة تستلزم التضامن والتكاتف مع الأسرة المنكوبة من نقابة الصحفيين وأيضا من وزارة التضامن الاجتماعي. وكان الصحفي الراحل محمود رياض قد كتب في وقت سابق: الناس اللي بتسأل عن صحتي وفيروس كورونا، تعب متواصل وحرارة مرتفعة نار 14 يوم. خلال تلك الفترة تواصلت برقم الصحة 105، كلام فارغ انك مؤثر في صحتك. هذا ويحسب لمجلس النقابة عدم تركه لي ومعه مجلس الرابطة، فكان القرار الذهاب الى الحميات ليتواصل العذاب والمرض. غفر الله له ورحمه وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.